وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد صالح الجبيري مدير مركز يني يمن. أهلا ومرحبا بك سيد صالح. بداية، المبعوث الأممي المستقيل إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحدث عن توصله لمقترحات سلام تنكر إليها الحوثيون، برأيكم كيف تنكر الحوثيون لهذه المقترحات؟ شكرا جزيلا. للأسف أن المبعوث الأممي في آخر أيامه يقول قال كلمة حق، وكلمة الحق أنه التي كنا ننتظرها منذ سنوات منذ توليه كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن، اعترف أخيرا بأن الحوثي هو من يعرقل التسوية السياسية، والذي يرفض الجلوس على طاولة الحوار، والذي يعني يتنكر لكل الاتفاقيات، وهذا ما كنا نتمناه تطبيقا على الأقل لقرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن الذي صدر في 2016. وبالتالي كلامه لا يقدم ولا يؤخر، وسجله سيء في اليمن وكسابقه جمال بن عمر، والذي أودى بحالة اليمنيين إلى كما سمعتم في التقارير الإنسانية ووضع الإنساني والقتلى من المدنيين، ويعني في كل مجالات الحياة اليمن تدمر للأسف الشديد، لأن هذا الرجل صمت دهرا ونطق كفرا في آخر أيامه التي للأسف لن نذكره إلا بأعماله السيئة في اليمن. وكنا نتمنى أن يقول للعالم صراحة أن من يعرقل التسوية السياسية في اليمن هم ميليشيات الحوثي الإيرانية. طيب، يعني كثرة الاتهامات التي خرجت في الآونة الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي تحملها المسؤولية عن تدهور الأوضاع في اليمن، برأيكم ما هو المتوقع أن يفعله المجتمع الدولي تجاه هذا الطرف المتعنت؟ من وجهة نظري بأن الحل في اليمن لابد أن يكون حلا يمنيا، وأن الحل الآن بنسبة 95% باعتقادي كما تشير مؤشرات الميدان سيكون حلا عسكريا. ميليشيات الحوثي الإيرانية لا ولم ولن تستسلم ولن تجلس على طاولة الحوار، لأنها تستند إلى إيران، إيران التي يعني تدعم الحوثي بالسلاح رغم البداءات العالمية لحظر السلاح عن ميليشيات الحوثي، رغم القرار 2216 الواضح والصريح بحظر توريد السلاح للمخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. هذه ميليشيات إجرامية، إيران ما وطئت في أي بلد إلا وأوصلت به إلى الهاوية. انظر ماذا يحدث في العراق، انظر ماذا يحدث في سوريا عندما دخلت إيران، انظر ماذا يحدث في لبنان وعدم استقرار. طيب، انظر ماذا يحدث في اليمن، ليس هناك من حل إلا الحسم العسكري، وهو ما نشهده هذه الأيام في نهم على أبواب مدينة صنعاء وفي الجراحي في ميدان الحديدة آخر ميناء بيد ميليشيات الحوثي. طيب، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إفادته أمام مجلس الأمن الأخيرة سوى بين جميع الأطراف المتصارعة في اليمن فيما وصفه بالنمط العشوائي المدمر الذي فاقم من سوء الأوضاع، برأيكم هل كان ولد الشيخ مصيبا في هذه المساواة؟ وأنا ذكرت لك يعني ساوى بين الجلاد والضحية، يعني ما سبب ما حدث في اليمن؟ سؤال ينبغي للمشاهد العربي أن يسأل، ما الذي يحدث في اليمن؟ ما الذي حدث في اليمن؟ الناس كانوا في حوار وطني، وانقلبت ميليشيات الحوثي الإيرانية بالتحالف مع المخلوع المجرم علي عبد الله صالح وانقلبت على الشرعية، هذا الذي حدث. لا ننسى سبب الكارثة في اليمن، من الذي انقلب على الشرعية؟ من الذي انقلب على الدولة؟ هو نفسه ما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا، ميليشيات إيرانية تدعم إيران بالسلاح، ميليشيات في العراق تدعمها إيران بالسلاح، ميليشيات حزب الله في لبنان تدعمها إيران بالسلاح، ميليشيات الحوثي في اليمن تدعم إيران بالسلاح. ينبغي أن يفيق التحالف العربي والأمة العربية، لا نعتمد على الغرب، الغرب متواطئ مع المد الفارسي الإيراني على حساب النظام العربي، هذه حقيقة ينبغي للأمة الإسلامية والعربية والتحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية أن يقفوا وأن يعوا هذه المؤامرة الكبيرة، لأن طيب، النار إذا احترقت اليمن ستطال السعودية وبقية دول الخليج. ولد الشيخ تحدث أيضا عن ما وصفها بأسس متينة لاتفاق سلام دائم في اليمن، أين هذه الأسس ولماذا لم تفعل إلى الآن وما هي أصلا؟ لا يوجد أسس، هذه عبارة عن كلمات ومصطلحات سياسية يقدمها ولد الشيخ للأسف الشديد، ويتلاعب بمشاعر يعني الأعضاء الموجودين، وهم يعرفون أن هذا عبارة نفاق سياسي، لا يوجد رؤية ولا يوجد حل، لم يستطع أن يقدم حل،
ولم يكن ملتزما بما قدمه إن قدم بعض المقترحات، ولم يكن مسنودا أصلا بمجلس الأمن ولا الأمم المتحدة. رجل شخصية ضعيفة طبعا، رجل كجانب شخصي شخص مخلق ومؤدب، لكن كجانب أممي ليس له دعم لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن. وبالتالي لا نتفائل حتى بالمبعوث البريطاني الجديد، لأن بريطانيا للأسف الشديد أيضا متواطئة مع أمريكا، مع إيران، مع ميليشيات الحوثي. وإلا ما الذي يجعل الحوثي يتمرد حتى هذه اللحظة؟ لأنه وجد ضوءا أخضرا من العالم الغربي، رغم أن يرفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والقتلى كلهم من أبناء اليمن، ولم يمت لا أمريكي ولا إسرائيلي. القدس مفتوح، يتفضل يقاتل هناك في فلسطين، لم يقدموا شيء إلا شعارات الكذابة والقتلى والدمار والجرائم بأطفال ونساء اليمن. ولكن هذا العام أنا أستبشر بأن الحسم العسكري ونهاية الجيش الحوثي ستكون إن شاء الله في 2018 كما تشير مؤشرات الميدان. مدير مركز يانيمن سيد صالح الجبري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.